بسطت القوات المسلحة الليبية سيطرتها على معسكر نقلية، وبدأت بالتقدم باتجاه مركز طرابلس من جهة أخرى. وأكد الجيش الليبي أنه كبد القوات الموالية لحكومة السراج خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة لقوة السراج، إضافة إلى وقوع 15 آخرين في الأسرى لدى الجيش الليبي.